الله يمسيكم بالخير مشاهدينا وحياكم الله وين ما كنتوا تتابعون شاشتنا البحرينية الوطنية شاشة تلفزيون البحرين في يوم جميل يوم أربعة حلو إن شاء الله نستهل فيه مساء حلو بلقاءات منوعة وفعاليات منوعة جميلة نغطي لكم من شاشة تلفزيون البحرين في 26 من إبريل 2017 والبحرين اليوم مشاهدينا راح نتعرف معاكم على تفاصيل افتتاح مؤتمر الشباب الدولي 9 واللي احتضن نخبة من شباب العالم في مملكة البحرين وبنتابع معاكم تفاصيل جاليري آرت ديفانو واللي افتتح في حديقة الأندلس وشارك فيه نخبة من الفنانين التشكيليين والرسامين من مملكة البحرين وبنكون مع تغطية لدورة تدريبية قامتها وزارة شؤون الإعلام لموظفيها عن الإبداع في الأفلام الوثائقية حيث تم فيها تكريم المشاركين في هذه الدورة حلقتنا اليوم بنبتديها مع مؤتمر الشباب الدولي 9 لعام 2017 واللي انطلق مساء أمس تحت شعار لنرد العطاء تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أجواء الافتتاح بنتابعها مع بعض في التقرير التالي وبعد راجعين نتعرف على تفاصيل هالحدث الشباب المهم مع ضيوفنا في الاستوديو الحقيقة احنا سعيدين اليوم تواجدنا في جامعة البحرين والحفل الحمد لله كان مبهر وبوجود الكثير من المتحدثين والوفود المشاركين معانا في هذا الافتتاح وإن شاء الله في بكرة وبعد بكرة راح تكون عندنا ندوات لمتحدثين عالميين اللي راح يتكلمون عن أهداف التنمية المستدامة 6 اللي احنا اخترناهم السنة وإن شاء الله راح نغطي عليهم في السنوات القادمة بإذن الله والله أنا تشرفت بهالدعوة الكريمة من الأخوان المنظمين المؤتمر وأكيد حريص كوني كشاب أني أحضر في مثل هالمؤتمرات اللي تركز على الشباب ودورهم في المجتمع وهم تحفيزهم لتقديم عطاءات أكثر أفكار أكثر ومشاركة أكبر في المجتمع تزيدني شرف أني أكون تواجد في ديرتي الثانية البحرين وموضوع المشاركة هذه تأكد أنه كل مسؤول في هذا البلد الطيب يدعم الشباب ويحفز الشباب وأنه شباب إحنا إيدنا على بعض وهذا الشيء يخلينا بعد نكمل مسيرتنا القدام حياكم الله مشاهدينا من جديد في البحرين اليوم رجعنا من بعد التقرير للحديث اكثر حول المؤتمر يسعدنا ان يكون معنا اليوم اخصائيات انشطه شبابيه بوزاره شؤون الشباب والرياضه نوف القحطاني وبلقيس جناحي حيا الله من يانا الله يحييك
نوف يعطيكم العافية، ما شاء الله أجواء جميلة جدا. يعني في الافتتاح تابعناها كلنا في تغطية مباشرة على شاشتنا شاشة تلفزيون البحرين. في البداية ودنا نتكلم عن استعداداتكم نوف للحفل، ربما استضافنا عبد الكريم زميلكم أيضا في الوزارة وتحدثنا عن استعداداتكم، لكن تكلمنا عن استعدادات المؤتمر ككل، فلو بنتكلم عن استعدادات هذه الليلة الجميلة اللي قضوها أمس الشباب العرب، شلون كانت وش كثر أخذت منكم جهد ووقت في نفس الوقت؟ طبعا اول شيء نشكركم على هاي الاستضافه، دعم وزاره شؤون الاعلام من حق مثل هذه الفعاليات هو اللي يعطينا الدافع ان احنا ننجز ونعطي اكثر. استعدادات الحفل يعني جهد كبير، تخطيط، انت مطالب انك تراوي شباب دول العالم وتقدم لهم حفل يبهرهم، حفل يثبت في اذهانهم أهمية مثل هذه الفعاليات اللي نستقطب فيها شباب دول العالم. طبعاً ممكن الناس لما يجون يشوفون حفل مدة ساعة ونص ما يتخيلون حجم الجهد اللي وراء مثل هذه الاحتفالات. لما أنت تحتاج تستعرض أفلام مبهرة، تسوي عروض مبدعة للجمهور، كلمة سمو الشيخ ناصر في الحفل، كل هذه الأمور يعني تتطلب جهد جداً كبير. أنت مطالب بوقت، مطالب بتسلسل لحفل، الجمهور لازم ما يتملل في الحفل، الكل لازم يكون مستمتع. فيعني يعني التيم مالنا قبل ايش كثر اشتغلت ونوف عليه؟ شهرين تقريبا، شهرين من قبل الحفل، بس حق الحفل الافتتاح حق هذه ساعه ونص. للامانه شهرين تقريبا احنا نشتغل نرتب الحفل، ما يعده مثلا جهة معينة، لا الحفل يتم إعداده من الفريق كامل. تشارك فيه مختلف الجهات في البحرين، مختلف الشركات، مختلف المؤسسات، الكل يشارك معنا عشان كلنا نقدر نحط يدنا في يد بعض ونظهر بحفل متميز. بلا شك فكرة من هنا وفكرة من هنا تخلق لنا فكرة كبيرة جميلة. بالقيس لو بنتكلم عن اختيار الفنانين، شفنا مشاركة جميلة من قبل فنانين بحرينيين وفنانات إن صح التعبير، الفنان حنان رضا، الفنان فؤاد عبد الواحد، صلاح الزجالي، وأيضا فنانة الزغبي إذا ما خاب ظني. شلون تم اختيار هؤلاء الفنانين والفنانات؟ طبعا مؤتمر الشباب الدولي احنا مسويينه عشان نحتفل بالشباب، فحبين اني بطاقات ويعني ابداعات شبابيه تقدر من خلال اصواتهم الحلوه، من خلال فنهم، انهم يوصلون صوت الشباب على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي. وطبعا جميع الفنانين اللي ياو ما قصروا، هم اللي مساهمين بوقتهم، هم اللي معطينا من جهدهم ومن فنهم، حضروا لنا المؤتمر ويعني كانوا خير تمثيل للشباب في الافتتاح، في حفل الافتتاح. نعم بلا شك الناس استمتعت جدا، مثل ما احنا شفنا ربما امس سنابات شباب البحرين كلها امتلأت بصور ولقطات ومقاطع فيديو لهذا الحفل الجميل. يا ريت لو تكلمينا عن ربما جانب اخر وهو الجانب المهم ربما بالنسبه للمشاركين في هذا المؤتمر نوف، وهو جانب المحاور والقضايا المهمه اللي راح يتم طرحها ان شاء الله. على اي اساس تم اختيار هذه المحاور وشنو هي هذه المحاور يعني حبذا لو تذكر لنا اهمها؟ طبعا مثل ما تعرف ابتدت برامجنا كلها تنخرط تحت أهداف التنمية المستدامة اللي وضعتها الأمم المتحدة. صرنا إحنا كوزارة مطالبين أن إحنا كل برامجنا نوعي فيها الشباب عن أهداف التنمية المستدامة. الأمم المتحدة وضعت أهداف 17 هدف، العالم كله مطالب أن هو يطبق هذه الأهداف تحقيقاً للاستدامة العالمية. فإحنا هالسنة بشكل استثنائي بدأنا أول مرة أن إحنا راح نتكلم عن هذه الأهداف في المؤتمر، هما 17 سنوياً راح نحاول نغطي عدد من الأهداف إلى أن نغطيهم بشكل كامل. السنة اخترتوا 9 أهداف إذا ما خاب ظني. السنة 6 أهداف. ركزنا على 6 أهداف بحسب المتحدثين اللي يبناهم، كل متحدث راح يتطرق حق هدف معين. حلو. يستعرض تجربته في مجال هذه الهدف وشلون إحنا كشباب نطبق الأهداف علشان نقدر نحقق الاستدامة. والحين هذه الأهداف صارت هي مثل ما نقول خطة للحكومات في العالم، هم لازم يحققون هذه الأهداف لأن الأمم المتحدة وضعتها لتحقيق الاستدامة في العالم. صحيح. فكانت محاورنا من 6 أهداف، مثلا عن المدن المستدامة، الطاقة النظيفة، المياه النظيفة، القضاء على الفقر، القضاء على الجوع. تقريبا تطرقنا حق 6 أهداف عن طريق متحدثين عالميين يفيدوننا في تجاربهم وخبراتهم.
بالفعل هذه ربما الحديث ينقلني للسؤال التالي. نوف تكلمت عن الاهداف بلقيس، ودي اعرف منك الاهداف هذه اللي انتم حاطينها في الاساس. احنا قلنا ان هي ربما اهداف ماخوذه من الامم المتحده صح التعبير، ولكن شنو هي هذه الاهداف اللي انتم ودكم كوزاره شؤون شباب الرياضه اليوم في مملكه البحرين توصلونها وتنقلونها للشباب المشاركين في المؤتمر للارتقاء بالشباب مثل ما طب. ما ذكرتوا في عنوان هذا المؤتمر ربما. اي طبعا مثل ما ذكرت زميلتي نوف، احنا حبينا نركز على اهداف التنميه المستدامه التابعه للامم المتحده في مؤتمرنا هالسنه، والثيم او الموضوع للمؤتمر كان لنرد العطاء او جيف باك. فحبينا من خلال هالثيم نعزز ثقافه العطاء ونعزز ثقافه البذل عند الشباب البحريني خاصة والشباب العالمي بحكم أن المؤتمر كان مؤتمر شبابي عالمي. جميل. فالهدف أن نحاول نعلم الشباب شلون يقدرون يستخدمون أو يلبون احتياجاتهم المجتمعية في الحاضر بدون ما يأثرون على ثروة الأجيال القادمة، فيحافظون على عندهم وينقلون حق الأجيال المستقبلية. نعم. بإذن الله. أنتوا اخترتوا شخصيات ملهمة مو على مستوى محلي ولا خليجي، ربما على مستوى دولي وعالمي. احنا فخورين بهذه اللفتة والبادرة الجميلة منكم. شخصيا تمنيت احضر هالحفل للأمانة بالأمس، خسران دوم ما حضرت للأسف، يعني ما يعني حضرته، لكن شفت ربما عن طريق السناب شات وعن طريق ربما وسائل التواصل الاجتماعي اللي تناقلت مساء امس قصه ربما تكون مؤثره اذا ما خاب الظن، تاكدين لي وتصححين للمعلومه نوف. شخصيه من الهند تركت عائلتها لمده 9 وترك شخص هذا الشخص عائلته لمده 29 سنه وبعدها التقى بوالدتي امس خليته في حفل الافتتاح. هذه الله يسلمك، احنا طبعا عندنا امس ما شاء الله الحمد لله رب العالمين قدرنا نعمل القاعه امتلات، الحضور كان مفاجئ بالنسبة لنا. كانت أمس الدعوة عامة، القاعة كانت فيها عدة فئات، في عندنا مدارس مشاركة، عندنا مشاركين من الوفود من العالم أكثر. نعم. من 100 شاب جاي من أكثر من 25 دولة من دول العالم، نستضيفهم نسيحهم في البحرين نشوف نراويهم شنو مملكة من الشخصيات البحرين. نوف اللي أيضا استضفتوها غير هذه الشخصية الله يسلمك، استضافنا طبعا سارو سبب ضجة أمس في حفل الافتتاح. هو قصته تم إنتاج فيلم عن قصته اللي توه ربما فترة بسيطة كان توه في السينما وسبب ضجة. يعني حتى في موقف ظريف صار، مقدمة الحفل نور تقول انا ترى يوم اقدم الحفل انا وايد مستانسه ان انا الحين بقدم سارو بي على المسرح، وانا شفت الفيلم ووايد صيحني الفيلم ماله، وفعلا هو كلمته اصلا كانت مؤثره اصراره اعطى الهام كبير حق الشباب. استضافنا اليوم كان في عندنا جلسه وايد مهمه حق مصور فوتوغرافي من قناه ناشونال جيوغرافيك اسمه بول نيكلان. هذه المصور يقضي أحياناً 6 شهور في منطقة معينة تحت البحر أو في مناطق ثلجية. نعم. بس علشان يتآلف مع الحيوانات ليقدر التقاط صور متميزة لهم. فهو كان يعيش وياهم عساس يقدر يصيدهم في اللحظات الجميلة. أنا اليوم تفاجأت من كلامه. في أحد الصور عرضها لنا، احتاج 11 شهر يتأقلم مع مناخ معين علشان يقدر يلتقط صورة حق 4000 بطريق في منطقة مشهورة فقط بالبطاريق. يعني هو كان يتكلم لنا من جانب هدف مهم هو العمل المناخي. جميل. احنا مهم ان احنا نحافظ على مناخنا المختلف وشلون نتأقلم، وهذه جزء من الاهداف اللي يعني تسعى لها الامم المتحدة. بالضبط. جميل. عندنا بعد متحدثة من دولة الإمارات العربية المتحدة نوال الحسني، هي مدير تنفيذي للاستدامة والهوية المؤسسية في مصدر في الإمارات العربية المتحدة. في متحدثين للأمانة وايد، والشيء اللي خلى المؤتمر جاذب لمثل هاي المتحدثين العالميين التاريخ، تاريخ المؤتمر. احنا حرصنا في السنوات السابقة ان احنا نحافظ على مستوى عالي من الحرفية في المؤتمر. فهو ما خلى المتحدثين هذيل ينجذبون لمثل هذه المؤتمر. صحيح. انت لما يكون عندك تاريخ قوي المتحدثين يتمنون يكونوا جزء. تبي اسماء كبيرة بلا شك. نعم. بلقيس، يعني بلا شك هناك منظمين من مملكة البحرين تم اختيارهم من قبلكم كوزارة شؤون الشباب والرياضة، يعني والاستعانة فيهم وبخبراتهم ربما التنظيمية لتنظيم هذا الحدث الجميل، وعكس صورة جميلة أيضا عن البحرين مثل ما ذكرت نوف، ربما ترافقونهم في جولاتهم في البحرين. كيف تم اختيار هؤلاء المنظمين، وهل هناك وجوه جديدة فعلا تم ضمها للمؤسسة من قبل المنظمين، وكيف تمت عملية اختيار هؤلاء المنظمين تحديدا؟ والله في
يعني عملية اختيار المنظمين تترتب تقوم على عدة مراحل، بس أهمها أن المنظم يكون شخص يعني له حب العطاء، له حب هذه كل بحريني موجود جميل. ويعني الحلو في الموضوع تشوف وجوه وايد مألوفة، تشوف المنظم يجيك سنة ورا سنة أو المنظمة تجي سنة ورا سنة حابين أن يشاركون البرامج وحابين أن يكونون يعني مساعدين ومعاونين لنا في تنظيم المؤتمرات، في تنظيم كافة فعاليات وزارة الشباب والرياضة. نعم بلا شك البحرين اليوم وشاشة تلفزيون البحرين ترحب أيضا بكل الضيوف الكرام اللي منورين ومشرفين في ديرتهم وبلدهم البحرين. نأمل إن شاء الله نستضيف أحد من ضيوف المملكة وضيوفنا وضيوف مؤتمركم على وجه الخصوص إن شاء الله في هالاستوديوهات، لأنه يسعدنا وجودهم في بلدهم أكيد البحرين. أكيد. كل الشكر لكم أخصائيات أنشطة شبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة نوف القحطاني وبلقيس جناح، يعطيكم ألف عافية وموفقين إن شاء الله في ختام الملتقى بإذن الله. الله يعافيكم، مشكورين على هالاستضافة. شكرا وإن شاء الله السنة الجاية نكون بعد مستوى أفضل بلا شك. نعم مشاهدينا من مؤتمر الشباب الدولي بننتقل وياكم لجاليري آرت ديفانو اللي افتتح في حديقة الأندلس برعاية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ضمن المحلات المتخصصة لتنمية الشركات الناشئة تحت مظلة دعم وتمكين وبنك التنمية، وبدعم من المؤسسات ذات العلاقة بالفن التشكيلي في مملكة البحرين. شارك فيه نخبة من الفنانين التشكيليين والرسامين من مملكة البحرين. نتابعه وننتقل بعد لزميلتي وردة ومطبخها. على هالمركز اللي يدعم يعني الفنانين التشكيليين البحرينيين واي واحد عنده اهتمام بالفنون التشكيليه من المقيمين. هناك في انواع متنوعه من المواهب، في الخزف، في الرسم، في التصوير، في الطباعه، وهذا ما يدل على يعني تنوع المواهب اللي عندنا موجوده في البحرين من ان كانوا مقيمين او مواطنين. فهنهم على هذه المبادره. مريم طبعا لها 15 سنة الآن في البحرين تدير الفن وطلعت بالفنانين إلى العالمية، واليوم طبعا أسست هذا المكان في حديقة الأندلس اللي هو مكان يرتاد كثير من الناس ولا سيما لحديقة الخاصة. آرت ديفانو مجرد محل يضم فنانين بحرينيين قديرين وفنانين ناشئين على أساس يعرضون أعمالهم طول السنة. هاي مو بس معرض، هاي محل يقدرون في أي وقت يعرضون منتجاتهم، ومن خلال آرت ديفانو إحنا نسوقها عالميا عبر الإنترنت. طبعا بنك التنمية هو من القائمين على هذا المشروع اللي هو عبارة عن الارت كلاستر، مجموعة من المحلات اللي هي مهيئة ومجهزة للفنانين وتكون مدعومة من قبل مؤسسات مثل تمكين ومثل بنك البحرين للتنمية. مساكم الله بالخير مشاهدينا الأعزاء. اليوم إن شاء الله نسوي لكم مالح
وهبة طلعت طبعاً كل من كان يحبه اللي هو دياي الدينامايت. شنو يعني الدينامايت؟ اللي هو مايونيز حار. فخلنا نشوف شلون يسوون الصلصة وشلون راح إحنا نقلي الدياي اللي عندنا. أول شيء لازم تجيبون لكم الطابة تحطون في زيت شوية غزير كذي وتخلونه جاهز. وعندنا بعدين اللي هو صدور الدياي. طبعاً أنا نظفته نشفته وبارويكم شلون احب نقطع مكعبات. عندي انا هني الملح والفلفل الاسود، عندي المايونيز ويا صلصه الفلفل. طبعا يفضل ان تستخدمون اللي هو صلصه السيراتش احنا نسميها. عندكم اللي هو الكاتشب شويه، عندي زيت السمسم، سمسم لا تستخدم وايد لانه وايد قوي. عندي بودره البابريكا وعندي بودره الثوم والعسل، واخر شيء اللي هو الخل الابيض، واذا ما عندكم خل ابيض تقدرون تستغنونه بخل البلسمك. طبعا هني راح نغطي احنا الدياي بخليط الطحين والنشا، لازم تملحونه، وعندي انا البيض بعد لازم تملحونه. فنبتدي اول شيء عندنا بالدياي. طبعا بتقطعونه نفس البوب كورن، شفتوا شلون سايز البوب كورن بالضبط؟ فبتقطعونه بهاي الطريقه. عندنا هني المله جهزها. شوفوا دائما اذا بتقطعون دائما يكون بالعرض زين، على اساس ان تحصلون على احجام تكون تقريبا شوي متساويه. زين، طبعا انتم دائما لما بتاخذون صدور الدياي بتشوفون فيه مثلا اللي هو الشحم اللي دار مدار الدياي، فانتم حاولوا ان انتم تتخلصون منه لان ساعات شنو يكون معاه بعد حتى العظم. فنظفوا زين ما زين، غسلوا ونشفوا اهم شيء. عندنا هني آخر قطعتين ونبتدي بالتغطية. طبعا هني عندي الدياي، قبل احنا نغطي لازم طبعا بهرب الملح والفلفل الأسود في كل مكان أساس ما يصير عندنا ماسخ. طبعا على كثر انتو تحبونه، في ناس يحبونه مالح مالح. بهاي الطريقة وزعوا الملح زين، ونبتدي الحين نشتغل في التغطية. التغطية كلش سهلة. طبعا اول شيء احنا ايش بنسوي؟ بنغطي بالطحين بعدين بالبيض. خلنا ناخذ لنا اللهوة القفشة او الشوكة كذي، قطوا طبعا في خليط الطحين ويا النشا بهاي الطريقة. نرويكم كم من قطعة. دائما بدوا في الدياي لان الدياي شويه بلا وقت لما انتوا تقلونه ولما ياخذ له اللون الذهبي، وبعدين تبتدون بالصوص اللي عندكم. عقب ما تغطونه استخدموا طبعا لان قطع صغار، فاستخدموا عندكم شوكتين تبون قفشتين اللي يريحكم. بهاي الطريقه عقب تغطونه بالبيض، وبعدين شنو سيده تحطونه هني في الطاوله. اوكي خلينا نحط لنا كم من قطعه، او يسمونها هاي دياي البوب كورن. خلاص زين، برزوا لكم كم من قطعه كذي على ما يتحمرون وكل شيء، على اساس نبتدي نسوي صلصتنا. نغطي عدل زين ما زين. طبعا احنا دائما نحط الطحين ليش؟ على اساس ان البيض يلصق فيه عدل. اوكي تمام، خلوني اوصل لهالمرحله. خلاص خله يطبخ عندي ويتحمر. نهايه الحلقه راح اراويكم شلون نسوي الصوص، وبعدين شلون اخلط بينهم، وبعدين طريقه التقديم. لا تروحون بعيد، احنا ننتقل حق زميلي سالم. الله يعطيك العافيه ورد، اكيد لنا عودة لك ان شاء الله في المطبخ. خشونه ملمس اليد هي مدعاه للفخر بانسان فضل انه يعمل بكل حب وبكل رغبه في العطاء دون النظر لاي شيء ثاني. وقفتنا الحين مع احد مسببات الفخر في البحرين، مع اليد البحرينيه اللي تشتغل في كل شيء دون انتقاء. شوفوا التقرير التالي ويانا. فن النقدة والبحرين تشتهر فيه بين مجلس تعاون، يعني هي المشهورة في هالسوالف. هذه النقدة هي الأسلاك من الفضة
مطلية بمي الذهب، يعني في نوعين، في ذهبي وفي فضي، يعني مثل ما يقولون هو الأصلي. الحين في عندنا من الأبيض إلى ما لا نهاية. أي وهاي هاي الفن يعني مثل ما يقولون في البحرين الحين اللي يشتغلون فيه ينعدون على الأصابع. وكان في القديم هذا الشغل بس يسوونه على المشمر وعلى الثوب الشعبي وعلى السروال. الحين احنا طورناه وخلينا مثل ما يقولون دشف اكسسوارات البيت مثل حق السفرة، حق الستاير، حتى ساعات نسوي كفر للتلفون، نسوي لهم على العباية، نسوي لهم على الشيلة، عشان ما محصور حق النسوان الكبار سوينا لهم شيء جديد. فعلاً في بعض البنات اللي يون يعني في جامعيات يقولون يعني إحنا ما نعرف هالشغلة، إحنا نسمع بها أو إن إحنا ما نشوفها منتشرة في البحرين. أقول لهم بالعكس، أنا لما أروح مركز اجتماعي أو أروح جمعية أقول لهم أنا الفئة المستهدفة هي فئة الشباب، لو تزعلون علي يعني النسوان، أنا بعد يعني مو بصغيرة، بس أقول لهم مفروض الفئة المستهدفة هي الفئة الشباب، لأن إحنا كم بنعطي يعني. هذه الحرفة مو أحبها، الحب شيء صغير، هذه أنا حرفة أعشقها، يعني العشق أكبر من الحب. فأتمنى أقول لك من كل قلبي إن الشباب يتعلمونها، وحتى عندي ولد أنا مهندس علمته هذه الحرفة. حياكم الله مشاهدينا في فقرة هاشتاج. عندنا هاشتاجين كالعادة في الترند على تويتر. أول هاشتاج هو شغلات تسعدنا، وأول تغريدة من أشواق اللي غردت وقالت: الدعاء بصدق بالخفاء يسعد، ورضا أمي يسعد، والخشوع بصلاة يسعد، وصوت القرآن يسعد. أما رائد غرد وقال: لا يسعدني كثيرا إلا وجود أغلى اثنين بالحياة، هما أمي وأبي، اللهم أطل في أعمارهم وأعمار جميع المسلمين، اللهم آمين. الجوري مشاهدين غردت وقالت: إن أصبحت ولديك عائلة تحبك وبعض الأصدقاء الطيبين وطعام على المائدة وسقف فوق رأسك فأنت في زحام من النعم. وماجد الحبلاني غرد وقال: عندما تريد السعادة حاول أن لا يكون للحزن مكان في داخلك، فاصدق بعملك واهتم بصلاتك. والمغرد حكي يقول: ابتعد عن القيل والقال، خلك حال نفسك، ولا تنسى بالزمن ذا خلك بارد ووسع صدرك، صدقني بتكون أسعد إنسان وأسعد شخص. ونختم بتغريدة بدران اللي غرد وقال: أشياء بسيطة قادرة على تغيير مجرى يومنا بالكامل للأفضل، مثل ضحكة أم، صداقة صادقة. أما الهاشتاج الثاني لليوم هو هاشتاج عشان تعيش براحة، وأول تغريدة من محمد البداح اللي غرد وقال: كن صديقا للقليل ولطيفا مع الجميع. أما ماجد مشاهدين غرد في تغريدته كتب: عشان تعيش براحة عش كما تحب أنت وليس كما يريدك الغير، طالما لا تغضب ربك خذ مقعد المخرج وتفرج المخرج وتفرج وتجاهل واستمتع بحياتك ولا تعطي مجال لأحد يعكرها. وسحابة غردت مشاهدين بكلام جميل وقالت: لا تقارن نفسك مع الآخرين، ثق بأنك تمتلك أشياء يتمناها الملايين من البشر، وقل الحمد لله دائما وأبدا. ونختم بتغريدة جواهر اللي تقول: صلاتك هي أساس راحتك، عش بقناعة تامة ورضا بما تملك، دع عنك الناس وخصوصياتهم، سطح علاقاتك مع الجميع، وكن ذا خلق وابتسامة
دائمة، وإن شاء الله الابتسامات ما تفارقكم طالما أنتم تشاهدون هذه الشاشة. من هاشتاج مشاهدينا بنأخذكم لدورة تدريبية قامتها وزارة شؤون الإعلام لموظفيها عن الإبداع في الأفلام الوثائقية. نتابع وياكم التفاصيل لهذه الدورة وتكريم المشاركين في التقرير التالي. حقيقة يعني تشرفت في خلال اليومين الماضيين بعمل ورشة عمل عن صناعة الفيلم الوثائقي بمبادرة من الجامعة الخليجية. طبعا أهمية الفيلم الوثائقي الآن تكمن في الأرضية الواسعة لموضوعات الفيلم الوثائقي، بالإضافة إلى توفر التكنولوجيا الحديثة التي تجعل من كل فنان أو إعلامي شامل قادر على عمل فيلم وثائقي بدون اللجوء إلى شركات الإنتاج أو حتى يعني كوادر الإنتاج. حقيقة الدورة كانت جدا ممتازة، تطرقنا لبعض الجوانب الفنية في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية، أخذنا فكرة عامة عن نوعية الأفلام الوثائقية، الأفلام التسجيلية اللي ممكن احنا حتى نطبقها في أو نستفيد من بعض الجوانب الفنية في عمل التقارير الإخبارية، نستفيد منها في هذا المجال. أعتقد هذا من أقوى الدورات اللي احنا نستفيد منها اللي تقدمها وزارة الإعلام في مملكة البحرين، فعلا تطور من كفاءة العاملين في 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 المجال الإعلامي، وخصوصا احنا كمراسلين عطتنا رؤية أقوى، رؤية أكبر، رؤية أعمق للموضوعات اللي ممكن نتناولها بقوالب حديثة، بقوالب مطورة. نقدر نتناول أي موضوع بقوالب فعلا تناسب وتبرز الرسالة الإعلامية بشكل أفضل. تطوير الكادر الإعلامي شيء مهم جدا يناسب الانتقال النوعية اللي انتقلتها وزارة الإعلام في تطوير الإطار الجديد لتلفزيون البحرين، ونأمل إن شاء الله أنها في الدورات القادمة تساهم بشكل أكبر في تطوير المادة الإعلامية اللي قدمها تلفزيون البحرين للجمهور. حياكم الله مشاهدينا. نلاحظ بعض بلدان العالم تعاني مشكلة تطرف في بعض الأفراد عند مجتمعها، وحتى لو كانت بنسبة بسيطة، من واجبنا كمواطنين أن نتصرف بعقلانية ونحاول قد ما نقدر أن نزيد التوعية عن أضرار هالفئة. معنا اليوم مجموعة من الشباب البحرينيين قاموا بتأسيس فريق Together Safe، خلونا نشوف معاهم شنو اللي سووه وشنو الأفكار اللي حابين ينشرونها في المجتمع، مع وجدان محمود عضو في فريق Together Safe وعلي تقي رئيس هذا الفريق. الله يمسيكم بالخير. وجدان ايش رايك ابتدي وياك؟ احنا ما نبتدي ويا الرأس، نبتدي ويا الأعضاء، ما في مشكلة. وجدان شنو هو Together Safe، هذا الفريق الشباب اللي أسستوه؟ Together Safe يندرج تحت مشروع من مشاريع الطلابية في الجامعة الأهلية. استخدمنا فيه جميع أساليب التسويق والترويج اللي هو من ضمن كورسات الجامعة. نعم. هو الفكرة في المشروع إن إحنا نجمع الناس ونكون صف واحد ضد التطرف، ونتحدى التطرف بالحب ونشر الإيجابية. جميل جدا. علي، الهدف وراء اختياركم لفكرة وموضوع التطرف، ليش اخترتوا بتحديد هالاسم؟ طبعا اول شيء شكرا على المقابلة، استضافنا اليوم. الاهداف الرئيسية طبعا شكلت من الفكرة،
وانه هو ان نحارب او نتحدى التطرف بالمحبه وبنشر الايجابيه وبتحقيق التوافق الاجتماعي. وهاي الفكره العامه والهدف الاساسي للحمله. نعم جميل، انا اجيبكم بالزور قاعدين تتكلمون وتسمعون طبخ ورده ورانا. الله يعطيك العافيه ورده من الحين بصراحه. وجدان اذا بنتكلم على الافكار الاساسيه اللي حطيتوها قبل تاسيس الفريق، شنو هي هذه الاهداف اللي حطيتوها قبل لا تبتدون حتى هذه الحمله وهذا الفريق؟ شنو هي كانت ابرز الافكار والاهداف اللي حطيتوها؟ ابرز الاهداف ان احنا ننشر الوعي في المجتمع أكثر، أنك نزيد التفكير الإيجابي عند الشباب، ومو بس في الشباب البحرين في الجامعة، لا حتى دول الخليج وعلى صعيد الدولي. وكانت عندنا استجابة جدا جميلة من كل أنحاء العالم، يطرشوا لنا صورهم وفيديوهاتهم، دعمونا على المشروع. جميل، فحسينا ان اهدافنا اوريدي قاعده تتحقق. شفنا جدا لما تشوفين هذا التفاعل وجدان، شفنا يعني تفاعل حلو، ان الهدف انه ينتشر هالشيء عشان الجيل القادم ما تكون عنده مشكله التطرف. صحيح. علي، يعني موضوع التطرف واختياركم للتطرف، ما تخوفتوا حتى ان تطرحون مثل هذا الاسم؟ مصطلح ربما يعني الشباب اليوم، بالعكس ما في شيء يصغر عليهم، بالعكس كل الامور نقدر نتكلم فيها بكل شفافيه بكل راحه، لكن يعني موضوع ومصطلح واسع للغايه، يعني شو اللي خلاكم تختارونه بالتحديد وشو اللي سويتوه علي يعني على اساس ان انتم تحققون اهدافكم في هذا المجال محاربه التطرف؟ يعني احنا في الحمله اللي سويناها مثل ما اقول الحلاوه او ما جملت الحمله ان اخترنا كلمه together safe، وسيف هي او الامان هي مضاده لكلمه التطرف، فهي نفس الفكره ونفس الاهداف ان نحارب الخوف والتطرف بالمحبه بالتعايش وبتقبل الاخرين. نعم، شنو سويتوا حملات معينه؟ شنو ابرز الامور اللي سويتوها علي؟ طبعا احنا في الفريق 60 شخص، ما يقارب ال 60 شخص، ومسوين مجموعات، وكل مجموعه مسؤوله عن يعني تاسك معين، منها انه هو الفيسبوك. طبعا احنا في السوشيال ميديا جدا فعالين. جميل. والردود من دول الخليج وعلى صعيد العالمي، وصلنا يعني دول من انحاء دول العالم. جميل، انتم تخاطبونهم حتى باللغات الاخرى بحيث ان انتم توصلون هذا الهدف. أي. بالفعل يعني جهود جباره، يجب ان احنا في النهايه ناخذ الاكونت بحيث احنا نقدر ايضا نطلع عليه، لان جهود جميله. ذكر علي وجدان 60 شخص تقريبا موجود في الفريق، هال 60 شخص تقريبا من وين جايبينهم؟ من وين تم التسجيل؟ كلنا طلاب الجامعه الاهليه، كلهم طلاب. 60 شخص من ضمنهم 16 شخص تيم ليدر. ومثل ما قال لك علي ان كل مسؤول عنده مجموعه من هالستين شخص تحته. نعم. ناس مسؤولين عن مثلا سناب شات، ناس مسؤولين عن فيسبوك، كذي تقسم. يعني من شروط خلينا نقول الانضمام لهذا الفريق انه يكون طالب في الجامعه الاهليه، لان انتم للحين ما زلتوا تحت خلينا نقول اشراف مقرر معين، ولا انتم انتهيتوا من مرحله؟ لان هو مشروع جامعي. من ضمن دراستنا ان احنا قاعدين نطبق مثلا ماده التسويق، فقاعدين نطبقها في المشروع نفسه. لكن تعوضا ربما حتى علي عن انه هو يكون ربما جانب دراسي، انتم صرتوا حابين هذه الشغله. إيه؟ وهل انتم مستعدين حتى تكملوا فيها حتى ما بعد انتهاء المشروع؟ إيه؟ طبعا يعني يعني الجامعه الاهليه موفره لنا البيئه المناسبه ومرنه جدا في الدراسه، انها تخلينا بحيث انها تخلينا يعني نطلع او نفرز الطاقات اللي فينا عن طريق المشاريع ونوسعها. يعني احنا في الفيسبوك وصلنا تقريبا من اقل من شهر ل 2100 فولورز، وفي فيديو من الفيديوهات في الفيسبوك وصلنا تقريبا 50,000 فيو. نعم. وما اكثر. فهاي الشيء يعني قاعد يساعدنا وقاعد يحفزنا ان نواصل. يعطيكم دفعه ايجابيه. نعم. ربما الجامعات تزرع فينا وجدان
وعلي هذه المبدأ. والله جامعة تزرع في طلبتها مبدأ أن نسوي بحث أثناء الجامعة بحيث يتشجع طالب يقيم بحوث لما هو يتخرج من الجامعة. هم ازرعوا فيكم، الجامعة الأهلية مشكورة وأكيد ولا يهونون بقية الجامعات في المملكة، ازرعون فيكم مفهوم أن أنتم تقيمون حملات لمكافحة مفاهيم خاطئة موجودة وشائعة عند العالم. ربما أنتم حتى ما بعد التخرج تكونون باقين وثابتين على هذه القيم الراسخة في عقولنا كبحرينيين احنا نرفضها أصلا من, من, من جذورنا وأجدادنا. علي، بالعودة مرة ثانية حق موضوع الفعاليات، شنو هي أبرز الفعاليات اللي سويتوها مؤخرا واللي راح تسوونها إن شاء الله مستقبلا؟ يعني احنا غطينا سوينا فعاليتين، فعالية في الحرم الجامعي بنفسها، ان اشتركنا في اليوم المهن نعم في الجامعة، في الجامعة وخارج خارج الحرم الجامعي. نعم خذينا او صرنا ان وي توك بارت انزين ان كارنفال، اي صرنا جزء من كارنفال، وكان الردود جدا جميله وجدا طيبه. جميل. وجدان من خلال قيامكم بنشر هذه الافكار المشامة، شلون تقيسون يعني نسبه الوعي بين افراد؟ شو اللي مثلا يتم في الفعاليه عاده؟ هل مجرد توزيع اوراق خلينا نقول على الجمهور بشكل عام، ولا في الناس ربما صارت تحب الشيء العملي، تحب انها تكون يعني موجوده في خضم هذا الموضوع انفولد زين على اساس ويانا في صوره؟ فشو اللي سويتوه بالتحديد من ناحيه عمليه تخلون الجمهور يكون مشارك معاكم في هذه العمليه؟ اي في الايفنت الاولي سوينا مانيكن تشالنج، هالايام ترند المانيكن تشالنج كل من يسوي، فحبينا ان نستخدم المانيكن تشالنج في ان احنا نجيب امثله يوميه قاعدين نعيشها من اشكال التطرف في المانيكن تشالنج. شنو سويتوا بالتحديد في هذه التشالنج؟ مثل طريقه المانيكن تشالنج ان حاطين يعني كذا مقطع ان من امثله من الاشياء اللي قاعدين نعيشها في الحياه اليوميه. مثلا كيف ربطتوها بالتطرف؟ تطرف مثلا في العمل، يرونك في الفيديو ان مقطع مدير يقول لا انا مو ممكن اسمح مثلا لمره تاخذ مكاني، مقطع يعني كذي ديفرنت كذا مقطع حق اشياء نعيشها في حياتنا اليوميه. وجدان وعاليات لكم ردود افعال من البحرين ربما قد تحضر الان في بالكم، يعني شنو شيء تذكرونه ما تنسونه كان كفيدباك او كرده فعل لعمل او لحمله تقمتوا فيها، تذكرين شيء وجدانه؟ اي انا كنت مسؤوله مع فريقي كنا احنا نطلع نروح نسال الناس برا، يعني كنا ناخذ فيديوز ونسالهم نقول لهم شنو رايكم بالتطرف، فكنا ما نتوقع ان البحرينيين يرضون ان احنا نصورهم ناخذ رايهم. فكانت ردود فعلهم وايد حلوه، الاجانب كانوا شوي متخوفين انهم يصورون كذي. البحريني؟ إيه البحرينيين كانت رده فعلهم بالعكس حلوه، ويقولون لنا اي صورونا عادي، ويقولون رايهم، نقول لهم تكلموا بكل اريحيه يعني قولوا رايكم عن التطرف، فهذه كانت يعني تجاوب حلو من في رده فعل تخطر في بالك علي تحديدا ما تنساها؟ في كاتب ما يخطر لاسمه لكن نشر في كل الحسابات الشخصيه وطرش لنا ايميل ودعم عفوي، يعني لنا دعم عفوي منه، وكان شيء يعني حلو يعني ما توقعنا في بدايات الحمله. نعم. علي شنو هي افضل التجارب اللي تواجهونها خلال قيامكم بهذه الامور؟ يعني هل هناك تجربه معينه تحسون اكتسبتوا انتم شخصيا كشباب اليوم تخوضون هذه التجربه الجميله، اكتسبتوا منها شنو؟ اهم الامور اللي تحسون انتم كشباب استفدتوا منها؟ اولا شلون يعني ندخل او مثلا شلون نتعامل مع الناس، وهاي بروحها مثل ما تقول خبره انه جايين تلفزيون البحرين اليوم مكانكم وبيتكم. نعم. اي وبعد سوينا اللي هو البرزنتيشن في الفعاليه الاولى، فكان برزنتيشن مختلف شوي، ان يعني في البرزنتيشن صار في مداخله مثلا من المجموعه نفسها، ان الناس قاعده من الناس احد يطلع ويغني مره واحده واشياء كذا، فسوينا ثيم معين في الايفنت مالنا. نعم. الايفنت الاولي توجذر ان شاء الله بنكون سيف. ان شاء الله نتمنى نكون سيف اكيد وفي مأمن عن كل هذه الافكار التطرفيه الضاره بمجتمعنا البحريني وبمجتمعاتنا الدوليه، احنا كلنا نعيش في عالم واحد، نتمنى نكون بعيدين كل البعد عن التطرف بكل وشتى اشكاله
والوانه، علي تقي رئيس فريق توجذر سيف، وايضا وجدان محمود يعطيكم الف عافيه وبالتوفيق، وانا انتظر يعني احضر وياكم ونشوف هذا الابداع ونشارك وياكم في دعم هذه الافكار النيره. يعطيكم العافيه وموفقين. الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا. مشاهدينا خلونا نسال نفسنا يوم لو امهاتنا وقفوا يعني بين سيف الخوص والكرار وخياطة الثوب ثوب النشل وطباخ أكلاتنا الشعبية، لو أجدادنا وقفوا الصيد وصناعة السفن وغيرها وغيرها من تراثنا البحرين العريق، إيش راح يصير؟ مجرد الفكرة صعب أن نتخيلها، فما بالكم لو صارت هالأمور واقع. التقرير التالي مع أحد البحرينيين الأصيلين راح نتابع وياكم ونرجع مع الشكل النهائي لطبخ اليوم اللي طبختنا ويا وردة أثناء اللقاء. نرجع بشوي. هذه صناعة السلال من الصناعات القديمة جدا في البحرين عندنا. تعرفين في البحرين يعني فيها صناعات مختلفة واجد، بس هذه الصناعة متخصصة فيها قرية كربابات. احنا من يوم احنا اطفال من تبند المدارس على طول احنا كلنا اهل قرية كربابات يشتغلون في هذه الصناعة. كانت اول اسمها صناعة السبابين، مجرد بس اللي هو مال الرطب، خاص بس حق الرطب. كلنا يوم احنا صغارين كبرنا يجي اجيال مكان اجيال. الحين احنا طورناها طبعا الصنعة، حطينا فيها ألوان، لوناها، طورناها، سويناها مثلا كانت أول بس سباق، الحين مثلا سلة البايركس، سلة المكسرات، سلة العروس، أنواع من السلال يعني قمنا طورناها حاليا يعني. أنا بعد ما طلع تقاعد أنا متحير وين أشتغل، شو أسوي يعني. إلا زوجتي تقول لي شغلك أنت القبلي ليش ما ترجع إليه؟ إلا أقول لها شنو شغلي القبلي؟ تقول لي سلال. قلت لها روحي دوري فوق الشلف، هذا الكلمة اللي قلت لها، قلت لها روحي دوري فوق الشلف شوفيها موجودة لو لا. يعني أنا أقول ليش أنا أقول لها هذا الكلام؟ أقول لها اليوم هذه الحرفة وقتها، هذه اللي واحد يتعلم حرفة اليوم هذا وقته، وقت الضيق اليوم هذه بتشيلني. وفعلا يعني انا كنت محتاج، واول ما رجعت اشتغل فيها شالتني وشالت عائلتي وخلتني كل من يعرفني. انا الحين ما اقدر استغني ولا يوم عن هذه الشغله. انا اشتغل تبع مجمع العاصمه للاسر المنتجه، انا بيتي قريب، الصبح من 9 الى 2 اريد ارجع من 4 الى 9 طول الأسبوع، ما في يوم إجازة، فما صار إن مهرجانات موجودة، مرتاح نفسياً حق المهرجانات. لا 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 هني أشتغل، شوفي حليني متعلق بنتقل بنامة شهر وعشرين يوم أنا في أبو ظبي، يمكن 45 يوم أنا في الكويت، ما أمل ومرتاح نفسي كله من هذه الحرفة. ما أتخيل روحي الحين من غير الحرفة هذه صراحة. رجعنا لكم مشاهدينا مع طبق اليوم اللي هو دياي دايناميت. مثل ما شفتوني انا غطيت الدياي ويا السوشيف علي على اساس ما يقول انه انا يلا معلش غطيته بالطحين وخليط الطحين والنشا وبعدين بالبيض وقليناه وحصلت على هاللون الذهبي الحلو. نقلته في مله بروحه. خلونا احنا نسوي الصوص. هاي الصوص العجيب يا جماعه وياي. شوفوا عندنا احنا المايونيز. مايونيز اي المايونيز. الكمية واردة لو سمحتي. طبعا المقادير راح تكون موجودة على الشاشة. نعم اي
طبعا خلصها المغادير هذه طبعا يا جماعه اللي هو صلصه حاره او صلصه السيراتش احنا اللي هي السويت تقريبا او عماي تقريبا اي فيها شويه من وهذه كاتشب يا جماعه ما شاء الله مركز معاي نخلطهم ويا بعض وعندنا زيت السمسم ايوه وعندي بودره البابريكا حلو بودره الثوم شو اسمه يحفظ عشان يسوي له حق الليله هذه عسل يا جماعه وعسل بتحطينه ويا ذي طبعا اي صح اوكي لانه هو بيكون دائما سويت نوعا ما حلو هاي الصوص اللي كل من يحبه خصوصا لما يروح مطاعم السوشي الله صدق هاي طبعا عندي انا الخل او خل ابيض او خل البلسمك جميل خلص وبعدين تخلطون كل شيء اوكي الريحه شوفوا هاي الصلصه اكثر شيء الناس تاكله ويا السوشي تقدرون تستخدمونها حق السلطه تقدرون تستخدمونها حق السندويتش الله يعطيك العافيه بصراحه ورده انا بس والله انا عتبان عليك يعني والضيوف مساكين يبون يتكلمون وانت قاعده تقلين نسمع كذي واحنا في اللقاء باك جراوند ميوزك عشان ورده لو سمحتي لازم كذي تشم تطعم انت الحين مره ما تشم انت مزاك من قبل لازم يفضح الحين مخرجنا بيعلق يلا الحين شو نسوي؟ مجرد ان انت تحطون السوس ايوه كب الماي فوق الباجله هاي المبدا هاي مو باجله يا سلام باجله الدي اي هاي الدي اي وخلاص تحطون شويه اذا تحبون تحطون اكثر طبعا تقدرون تزيدونه وتحطين فوقها شنو ورد اخر شيء؟ خلاص هذا هو ورده ترى انا احب الاشياء الملقلقه فاتوقع بلاش تزيدين صوص اي حقك ها انت يعني هاي طبق لك خلاص انت قررت رجيم انا شوفي شلون بس تخلطون كل شيء ويا بعض ورده تسوي كذي نفس باقي الطاولة اي بس انا خايفه على روحي يا حي ورده هذه ممكن يصير داينامايت شرام داينامايت وات ايفر صح اي هو اكثر شيء مشهور بالربيان بس انا احب ما نبي نسوي زفورة بعد في المطبخ يعني شوية يصير خثاق بعد يقول لك متابعنا يصير كل شيء يصير خثاق دي اي كرات لحم تبون والفيجيتيريانز شو يسوون مشتركين ما يذوقون خير شر شفتوا البرجر اللي سويت لكم الخضرة سووا لكم كفتة وقطوا فيها كان جدا لذيذ الفيجي برجر مالك وردة خلاص الحين خلاص طبقنا بنقدمه فوق الخس يا متابعينا الاعزاء ايوه تحطون الخس كذي تفرشون نقوم نحط خس بحريني من المزارعين ماخذتها؟ من شو اسمه؟ مزرعة اللي يم بيتنا. حلو. يلا. عندكم في قلالي مزارع؟ ايه شلون بعد؟ زين. خلاص تحطونه تقدرون تقدمونه تشوف السلطة. حلو المنتجات الوطنية ما شاء الله. وايد صراحة صدق هالطبق التوت البحريني يا وردة كان رهيب. ايه انت شوف كل البحر الاشياء البحرينية صدق. شوي نروح حق الصيني شوي نروح حق التايلندي شوي نروح حق البحريني بس احنا رمضان جاي فقاعد افكر في وصفات رمضانيه ان شاء الله ما باقي شيء على رمضان الله يتمم لنا على خير ان شاء الله سلمي يدك يا وردة الامان الريحه جميله فيعطيك الف عافيه بصراحه شباب انا رجيم بس ما ادري فينا ادور لك وقت تحت الطاوله بس يلا بقول لكم بدون خبز خبز او سندويتش على قولتنا خلص طبقنا وردة أيوة. نتوقع نحتاج سمسم فوقه توقع لا اي والله بعد اقول لكم دائما يضيف لمسته الحلوه وهذه دي اي داينامايت داينامايت تشيكن بالضبط دي اي داينامايت عافيه يا وردة طول عمرك تبدعين بالاطباق كل يوم تسلم يدك يا وردة مشاهدينا وصلنا معاكم لختام هذه الحلقه من برنامج البحرين اليوم باذن الله تعالى نلتقيكم غدا في حلقه جديده جميله من الخامسه حتى السادسة مساء دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة مع السلامة